خمس بابا عمر 16/2/2012. انظروا اطلاعات بشار الاسد، هذه صواريخ محرمة دولية، بدل ان تجرب الى الجولان صاروا يجربوها في حي بابا عمر. قدموا المنازل على اصحابها. هاي اطلاعات بشار الاسد. نحن نستغيث بالامير، امير السعودية وامير قطر. هاي اصلاحات روسيا والصين. يعني صواريخ لا ندري ما هي. لا ندري. بدل ان يجربوها على الجولان جربوها الى حي بابا عمر. ماتوا اصحاب البيت هوني 4 ومعهم 3 اطفال، وما زال العالم عم ندور عليهم، في 2 مفقودين لم نجدهم.